وقيل: العلم حياة القلوب، العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، وصاحبه مبجل مكرم. وقيل: مثل العالم مثل الحمى، تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبينما هي تأتيها مثل العالم مثل الحمى، تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء ويتركها الأقرباء، فبينا هي كذلك، إذ غار ماؤها وقد انتفع بها، وبقي قوم يتفكنون أن يتندمون. الحمى هي العين، الحمى هي العين، قال أهل اللغة. طيب، قال أهل اللغة: الحمى بفتح الحاء عين ماء حار، يستشفى بالاغتسال فيها. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: من لا يحب العلم فلا. عبارة أن نحفظها يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. الله المستعان. لو طبقنا هذا اليوم، نعم، وشو لكان الأصدقاء قليلين. وقال: العلم مروءة له. وقال: العلم مروءة له. العلم مروءة من لا مروءة له. وقال: العلم مروءة من لا مروءة له. وقال: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله، فليس لله ولي. يا سليم، أنا ودي أتكلم لكن تكلمنا ترى ما خلصنا ولا بعد أربعة أشهر، ها؟ ما في شك، هي النية الأصل، وهذا سبق في كلام المؤلف رحمه الله في الإخلاص. وقال: ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء. وقال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزو. الله في اللغة يعني في كلام العرب وما إلى ذلك رق طبعه، لأنها فيها شيء من الآداب ومن الأخلاق. ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. صحيح. ولو أن أهل العلم صانوه صانعوا، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهمه. ولهذا ينبغي أن يكون طالب العلم أبعد الناس عن الدناءة والنظر لما في أيدي الناس، حتى يصون علمه فيصان. وقال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من صحيحه: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن، ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. هذه من أهم الوصايا، تعلموا العلم من أهله، نعم، قبل الظانين. كثير من الناس الآن مع الأسف الشديد يتجاسر ويتهاون، فتجده ليس عنده إلا الشيء اليسير من العلم، ثم
إذا قام يتكلم كأنما هو أعطي العلم كله. وليته يقول هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله، يقول هذا الذي أرى، أنا أرى كذا وكذا بدون مستند، ثم تجده يجمل ويفصل وينفي ويثبت من غير علم. نعم. فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها. قد تقدمت الآيات الكريمات في هذا المعنى، فقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وغير ذلك. ومن الأحاديث ما سبق كحديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، وحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وحديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وحديث فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وحديث من دعا إلى هدى، وحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وغير ذلك مما تقدم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه نعم، ومجلس يدعون الله ويسألونه، فقال كلا المجلسين إلى خير، أما هؤلاء فيدعون الله تعالى، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل، بالتعليم أرسلت. ثم قعد معهم. رواه أبو عبد الله بن ماجة. من لهذا؟ أيوب. وروى الخطيب الحافظ أبو أحمد بن علي بن وروى الخطيب الحافظ أبو أحمد بن علي بن أبو بكر أحمد بن علي أبو بكر النصاري. نعم. كيف هذا المحقق؟ نعم. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في كتابه كتاب الفقيه والمتفقه أحاديث وآثارا كثيرة بأسانيدها المطرقة. هكذا يا شيخ؟ هكذا ما أعرف ماذا أول مطرقة، يعني في بطرقها، لعلها هذا المراد. منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. ومن أفضل حلق الذكر حلق تعليم القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عطاء إن أنه ما يسير محمود. نعم. طيب عنده حديثين الآن. وعن عطاء أنه قال مجالس الذكر هي مجالي. إيش مجالي؟ هي مجالو. مجالو عندك يا مجالي. وش عندكم بقى النسخة الثانية؟ بلام بدنيا. ها؟ عندكم يا؟ ألف مقصورة شيء ليس فيها. طبعاً عندنا لا بأس، هي مجال الحلال والحرام، يعني معناها المكان الذي يعرف فيه الحلال والحرام. نسخة حطوها الأسطر.
مجال بدون ياء. نعم لا مجالي من المثنى مجالي يعني التي يجلى بها الحلال والحرام لكن اللي عندنا لها وجه تكتب النسخة الثانية. وعن عطاء أنه قال مجالس الذكر هي مجال الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وهو أعلم بصحة هذا لكن على كل حال عبيد الله يبيع خرج. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسير الفقه خير من كثير العبادة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أفضل عند الله من 1000 عابد. وعن ابن عمر عن النبي والذي قبله اسمك جمعة سبق. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل العبادة الفقه. وعن أبي الدرداء ما نحن لولا كلمات الفقهاء لولا كلمات الفقهاء. وعن علي رضي الله عنه أنه قال أفضل العبادة الفقه. عندك دراسة يا عبود أنت خرج. وعن علي رضي الله عنه قال العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 تطوع من 1000 ركعة تطوع وباب من العلم نعلمه وباب من العلم نعلمه عمل نعلمه لأن الأول باب من العلم نتعلمه وهذه نعلمه وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيوب عندك واحد عبيد الله نعم عنده واحد أفرغ من أيوب. نعم إيه الحديث العموم يلتمس فيه علما لكن لا شك أنه من خرج طلب العلم الكثير وتفرغ أفضل. نعم ما نتعلم يعني هل كل واحد يقول نفسه أو جميع ما هو بضاحب. نعم سراف نعم الظاهر الخاص لأن الله تعالى جعل طلب العلم معادلا للجهاد كما قال تعالى وما كان المؤمنون الذين ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل إن بعض العلماء فضل طلب العلم على الجهاد وسبق لنا في هذا إيش التفصيل وقلنا قد نقول لشخص طلب العلم في حقك أفضل ولآخر الجهاد في حقك أفضل. نعم
نعم. نعم انه ما طالب العلم ما اشبع هذا. من همان لا اشبع هذا. طالب الدنيا وطالب العلم. عبد الحميد. شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم وردت ايش؟ ورد كثير من النصوص. ورد كثير من النصوص. الرسول قال ورد لا غيرت لها. غيرت؟ يقول الشيخ ورد كثير من النصوص في اعطاء الفضل لبعض الاعمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. فما معنى في سبيل الله؟ هو مثلا كمرتبة الجهاد؟ هذا ليس الشرف. لا أقدر هذا. ما عندي شيء. إذا غفلت لا ما غفلت. لا. يعني هذا ما نواه. إذا وصل بمثل هذا الله يدخل. ما يحتاج ما يحتاج. نعم. نعم. واضح. الدنيا في الواقع ما هي أن الإنسان يكون عنده أموال كثيرة. الدنيا أن يكون الإنسان في الدنيا محترم معظما مبجلا. وهذا يحصل بالعلم. ولذلك تجد علماء يقول بالناس لهم من التكريم والتعظيم أكثر من ذوي الأموال. نعم. هنا. إيش؟ ما فهمت. شو السؤال؟ أن كل ما كان يتصل الله ورسوله وما كان رسوله لدنيا يوصيك. ها. يعني إنسان طالب العلم طلب العلم للدنيا. ها. يعني سافر إلى بلد يريد التجارة. ثم بدا له طريق له. يكون له من عجل من حين نوى. إنما الأعمال بالنيات. سليم. ما في شك ان شيء ازم من شيء. تعلم الفرائض اهم من تعلم السنه. سفيان إذا صح عنه ذلك فالمراد أنه يريد أن يؤدب الطلاب. وهذا مثل التعزير. يعني حرمانهم من أن يحدثهم تعزير لهم. انتهى الوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله من 70 غزوة في سبيل الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. وعن الحسن البصري قال لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى. وعن يحيى بن أبي كثير
دراسة العلم صلاة، وعن سفيان الثوري والشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وعن أحمد بن حنبل وقيل له أي شيء أحب إليك؟ قال أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا. أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالليل. ماذا قال؟ نعم ما فيها قال، اشتب عليك ما في قال. أنت كيف قال؟ هذه من الكيس. هل كيسك مشكوك علشان ما يبقى في الشيء؟ وعن أحمد بن حنبل وقيل له أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال فنسخك تعلم بها أمر دينك لهو أحب. عندي فنسخك هكذا في الأصل، ولعل المعنى فنسخك مسألة. عندكم كذا؟ نعم. لنسخك مسألة. نعم. قال فنسخك مسألة تعلم بها أمر دينك لهو أحب. وعن مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه. وعن الزهري ما عبد الله بمثل الفقه. وعن سعيد بن المسيب أنه قال ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه، يعني ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه. وعن إسحاق بن عبد بن أبي فروة. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل. وعن سفيان بن عيينة أرفع عند الله تعالى منزلة من أرفع الناس. أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وعباده وهم الرسل والعلماء. وعن سهل التستري من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة، وجاء عن جماعات من السلف ممن لم أذكره نحو ما ذكرته. والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به، ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس، ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك. العلم كما قال رحمه الله مصحح، وهو أيضا مبين. ما الذي يعلمك أن هذا عبادة وهذا غير عبادة، وأن هذه العبادة تفعل على هذا الوجه دون الوجه الآخر وما أشبه ذلك إلا العلم؟ ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته ولا ينعكس، ولأن العلم تبقى واجب عليه طاعته. ليس هذا على الإطلاق، وإنما إذا استفتى الإنسان عالما ملتزما بقوله معتقدا أن ما يقوله هو الشرع فحينئذ يجب عليه أن يطيعه، ولا يحل له بعد ذلك أن يستفتي غيره. وأما
من استفتى عالما أو سمعه يقول شيئا وليس ملتزما لما أفتى به ولا لما سمعه منه فإنها لا تجب عليه الطاعة. نعم. ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن العلم صفة لله تعالى، ولأن العلم فرض كفاية. أعني العلم الذي كلامنا فيه. تعني لأن العلم صفة الله، هذا فيه نظر، إذ ليس كل صفة لله تكون محمودة للخلق، فمن صفات الله تعالى الجبروت والعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز أن يتصف بالإنسان. ولأن العلم فرض كفاية، أعني العلم الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة. ما هو العلم الذي كلامه فيه؟ علم الشريعة. نعم. وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الغياثي: فرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث إن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه، وبالله التوفيق. الصواب أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأن فرض العين مطلوب من كل واحد، وكونه يطلب من كل واحد دليل على محبة الله له وأن البشر لا بد لهم منه. أما فرض الكفاية فالمقصود أو فالمطلوب فعله فقط بقطع النظر عن الفاعل. فالأذان مثلا فرض كفاية ليس مطلوبا من كل أحد أن يؤذن، المقصود أن يحصل الأذان فقط. أما فرض العين فهو مطلوب من كل واحد، فهو أفضل لا شك. فصل فيما أنشدوه في فضل العلم، وهذا واسع جدا، ولكن من عيونه ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ظالم ابن عمرو التابعي رحمه الله: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير فيما مفعول ايش اطلب، وليست مفعولا ثانيا لهديت، وإنما هديت جملة معترضة دعائية. لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زانه حدبا، كم من كريم أخا عي وطمطمة، كم من كريم أخي عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسب، معروف صفة معروف بالكسر، فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا، في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف الآب. وخامل مكرف الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداب والرتبا. نال المعالي بالآداب والرتبا، أمسى عجب قبلها مشهور. نعم، معطوف على، لا ليس بالروض، لكن معطوف على المعالي، يعني نال المعالي بالآداب ونال الرتب. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا، العلم كنز وذخ لا نفاد له. لا، العلم كنز وذخ ولا يستقيم البيت إلا بهذا.
الرتب جمع رتبة. الرتبة كيف؟ للإطلاق. للإطلاق إن شاء الله. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المرء مالا قد يجمع المرء مالا ثم يكرمه عما قليل. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. غيره: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت. وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. ولآخر: علم العلم من أتاك لعلم. نعم، من أتاك لعلم. لعلم، نعم. علم العلم من أتاك لعلم، واغتنم ما حييت منه الدعاء. وليكن عندك الغني إذا ما طلب العلم، والفقير سواء. صحيح. ومن ذلك أنه إذا أراد أن يسألك يقول: أحسن الله إليك، ما حكم كذا وكذا؟ غفر الله لك، ما حكم كذا وكذا؟ شلون الشيء؟ نعم، شلون؟ ومن ذلك أنه إذا أراد يتعلم منك جاء للعلم السبتي ولا يتعلم، تجري يقول: أحسن الله إليك، ما حكم كذا وكذا؟ هذا دعاء. ولآخر: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أذلاء. إنهم بحرف الغرب، ما في إنهم بألف عن الواقع. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أذلاء. كات من أذلاء الذال أذلاء جمع دليل. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ولآخر: قدر كل امرئ ما كان يحسنه أو ما كان يحسنه. هذا الصواب. ولآخر: صدر المجالس حيث حل لبيبها، حيث حل صدر المجالس حيث حل لبيبها، فكن اللبيب وأنت صدر المجلس. ولآخر: عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر. ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضحى. نعم، طالعة الضحى. ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى. اعلم. نعم، ما جاوبت السؤال. نعم. فصل في أعانك الله. فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى. اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى، لا لغرض من الدنيا. ومن أراده لغرض دنيوي
كمال أو رياسة أو منصب أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو قهر المناظرين أو نحو ذلك فهو مذموم أو قهر المناظرين أو نحو ذلك فهو مذموم. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وهذا الزيادة أن يؤتيه الله تعالى خير الدنيا والآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا ما نعطيه ما أراد نؤتيه منها ولا نعطيه ما أراد ونحرمه من الآخرة ما له في الآخرة من نصيب. ثم إن قوله عز وجل نؤتيه منها هذا مقيد ليس على إطلاقه في قوله، مقيد بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيش ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اللهم أخلص نياتنا. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الآية. وقال تعالى: إن ربك، لأن قوله نؤتي منها قد يقال لا حاجة إلى تقييده، لأن قوله عجلنا له فيها ما نشاء يدخل في ضمن منها، لأن من هذه التبعيض فلا حاجة إلى أن نقول إن هناك تقييدا وإطلاقا. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات فيه كثيرة. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل فقد قيل يعني فقد أخذت جزاء، لأنه إنما قاتل ليقال فلان جريء شجاع بطل، وقد قيل يعني فتم جزاء ليس لك عندنا شيء. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وروينا عن مما يبتغى به وجه الله، هذا قيد، فلو تعلم علما مما لا يبتغى به وجه الله يعني من أمور الدنيا لأجل أن يصيب عرضا من الدنيا فلا يلحقه هذا الوعي، كإنسان مثلا تعلم الهندسة ليكون مهندسا، أو تعلم البناء ليكون بناء أو ما أشبه ذلك، لا يضره شيء. وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. روي بفتح الياء مع فتح الراء وكسرها، وروي بضم الياء مع كسر الراء، وهي ثلاث لغات مشهورة، ومعناه لم يجد ريحها. وعن أنس وحذيفة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. ورواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال فيه: أدخله الله النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به. وعنه صلى الله عليه وسلم: شرار الناس شرار العلماء. وروينا في مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، ويخالف سريرتهم، أنا فعلت هذا بناء على ما تقدم، ووافق علمه عمله، فجعلت الرفع للعلم والنصب للعلم. نعم. ووافق علمه عمله، ولهذا قلت يخالف عملهم علمهم. علمه عمله بالرفع. عندك بالرفع؟ الصواب أن علمه بالنصب، عمله أيهما السابق؟ العلم، فيكون موافق المتأخر.